وفي المؤتمر عينه إشارات كثيرة تتعلق بلبنان وكذلك بالملفين السوري والصراع في المنطقة. ما هي هذه الإشارات؟ التفاصيل مع مدير مركز الارتكاز الإعلامي سالم زهران المشارك في المؤتمر من موسكو. أستاذ زهران، يعني ما يهمنا كلبنانيين من هذا المؤتمر، ولماذا غاب الوفد اللبناني؟ لا، لبنان مساء الخير. لبنان ممثل، لكن كان من المفترض أن يكون وزير الدفاع هذا العام حاضر شخصيا كما العام المنصرم، لكن يبدو أنه فضل أن يأتي بزيارة خاصة منفردة إلى موسكو. لبنان ممثل بوفد من ضباط الجيش اللبناني، لكن نعم، مستوى التمثيل هو أقل من المتوقع. هذا من حيث لبنان. أيضا من حيث لبنان حضر مرتين، المرة الأولى على لسان وزير الخارجية سيرجي لافروف حين تحدث عن حزب الله ووصفه بأن عمله شرعي ومشرعا داخل سوريا، في رد على وزير الخارجية السعودي الجبير. وفي الكواليس يحضر دائما لبنان كزاوية من سوريا. وأنا الشخصي، وأتمنى أن أكون مخطئ، أنني خرجت بانطباع حتى الساعة من كل ما شاهدت في هذا المؤتمر الدولي الذي يحضره حوالي 20 وزير دفاع و12 نائب وزير دفاع وعدد كبير من قادة الأركان والجيوش. يبدو أن الشرق الأوسط لا يزال ملتهبا، ويبدو أنه سوف يبقى ملتهبا في المرحلة السابقة، بل أكثر من ذلك، إن رئيس الأمن القومي الروسي حين ألقى كلمة الرئيس فلاديمير بوتين قال إنها أسوأ مرحلة في تاريخ روسيا الاتحادية والناتو منذ الحرب العالمية الثانية. لا يمكن قراءة المشهد في لبنان والشرق بمعزل عن المشهد الدولي. المشهد الدولي لا يزال على حاله، بل إنه ذاهب أكثر نحو الصدام. هذا ما أنا خرجت بانطباع منه. شكرا للأستاذ سالم زهران، كان معنا مباشرة من موسكو.